نورت البلد يا عزت. النور نورك يا مروان. والله انا كنت لسه هكلمك عشان اعرف اخر طرات في القضيه ايه والمفروض نعمل ايه. مروان انت تكلمني في الوقت اللي انت عايزه، انا تحت امرك. الامر لله. انا عايز اعرف وجهه نظرك ايه. مروان القضيه صعبه ومتشابكه جدا وفيها عناصر كتير ومحدش يقدر يعرف الحكم ممكن يبقى ايه، بس صدقني انا هبذل اقصى ما عندي. مفهوم طبعا، بس الحقيقه انا كنت جايلك عشان خاطر موضوع تاني كده. ايوه علشان خاطر الاتعاب. والله انا كنت هجيلك لحد مكتبك في مصر، بس دلوقتي انا تحت امرك وامورني. لا مروان انا ما كنتش جايلك عشان خاطر كده يعني. خير؟ بصراحه مروان انا كنت عايز اطلب ايد الانسه شهد منك. يا سلام، انا ما عنديش اي مانع، ده الشرف لينا والله. اكيد شهد موافقه، بس الاصول بتقول ان انا لازم اخد رايها الاول. طبعا. وزينب عرفت ان انتوا جايين عملت عزومه كبيره قوي، ذبحت رومي. يلا بينا. وديها عشانك. تسلم ايدك يا عمتي. يعني عزت جه معاك هنا عشان يطلب يدك؟ ايوه. الف مبروك يا حبيبتي. لما نشوف مروان الاول هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ هيقول ايوه. هو عينه منك من زمان. ايه بتبصي لي ليه كده؟ ما يبكاش قلبك اسود. انسي. وهي تقدر ما تنساش يا عمتي؟ انتوا عارفين يا بنات انا شايفه ايه؟ شايفه البيت الكبير بيعلى تاني، شايفه عمدانه واقفه صامته شامخه ثابته في الارض. عارفه انت وهي؟ اسمعوا الكلام اللي هقوله ده وما يطلعش من دماغكم ابدا. تساوي كتير قعده عزت مع مروان. انت معانا هنا عارف انك بين اهلك وناسك. تساوي كتير انه يجي ويطلب يدك من اهلك. خصوصا ان زينب عامله له عزومه ما حصلتش. لا وايه؟ هيمشي وهو شايل معاه ايه؟ زياره ولا شايلها ملك؟ تساوي كتير انك معززه مكرمه ست الستات. انا اشيلك على دماغي من فوق واعمل اللي ما يعمل عشان يعرف انك غاليه عندنا قوي. مروان هيقعد كده ويفرد نفسه ويقول لهم استني اشوف رايها الاول. ما مروان عارف انه موافق على فكره. ايوه بس لازم يقول كده، احنا ما عندناش بنت تتجوز غصب عنها. الف مبروك يا شهد. يا رب اعيش لحد ما اشوف ولادك احسن ناس. يا رب اعيش لحد ما اشوف ولادك هم وولدي حبايب واقفين في ظهر بعض. قادر يا كريم. ايه الحريم اتلمت على بعضها؟ الراجل قاعد تحت هيموت من الجوع. عمتي انت وزينب حضروا لنا الوكل. يلا انا هروح احط السفره. من عينيا يا روح عمتك. يلا بينا يا عمتي. يلا ازيك يا شهد؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قبل ما تقول اي حاجه انا عايزه اقول لك كلمتين. مروان انا كل مره بنزل فيها البلد ببقى مكسوفه هوريك وش ازاي. كل مره باجي فيها لحد هنا ببقى خايفه وحاسه بعدم امان. بقول يا بنتي يا شهد خليكي بعيده احسن. بس لما دخلت البيت حسيت اني مطمنه ومش خايفه من اي حاجه. وعرفت اللي المفروض كنت اعرفه من زمان يا مروان. عرفت ان انت كبير العيله وان اي عيله لازم يبقى ليها كبير ويتشال فوق الراس كمان. شهد مش عايزك تقلقي ولا تخافي يا بنت، انا ولد عمك يعني دمي من دمك. جايز ازعل منك، ممكن اتضايق وابقى عايز اكتم رقبتك ماشي، لكن اوعاك تبكي ولا دموع تنزل منك ابدا، فاهمه؟ ولعمك ده انت بنت عمي، واجيب لك من الاخر انت اختي زينب. عارفه يعني ايه زينب؟ عايزك انت اللي تقول لي. زينب يعني العين اللي بتشوفه اللي ما حدش شافه،
القلب الكبير لسه الدنيا دي كلها بحلها، هي الفرحة اللي ما حدش فينا شافها، هي الحنية اللي كل واحد فينا بيتمناها. زينب دي السد العالي اللي بيحمينا من الفيضان. لو زينب مش موجودة كل واحد فينا هيبقى في ناحية، وكل واحد فينا هيبقى في طريق. زينب علمتني ان غمض عيني اللي مش عاجبني، وقلبي يولع الناس اللي حواليا. زينب فهمتني ان الكبير لازم ينسى، الكبير يلم الناس اللي حواليه ياخدهم كلهم في حضنه، حتى لو هيقطع من لحمه الحي ويديهم عشان اللي بعده يعمل زيه. عارفه شاهد لما تيجي سيرة زينب انا بنسى الدنيا باللي فيها. يا عم انت كده هتخليني مش هتجوز الا لو عايزه بقى اقعد معاك واتعلم منك. وبعد ذلك كان اقول للراجل اه ولا ايه؟ موافقه. ايوه كده، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. يلا يا جماعه مش هتنزلوا؟ الراجل مات من جوه. طيب انا هسبق. عارفة يا زينب، مرام بيكلمني كنت حاسة انه بابا بيطمني. هو احنا ازاي ما كناش شايفين مروان كده؟ يلا 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 ننزل، تعالي يلا يا تعالي تعالي. ايه مالك؟ خايفة خايفة. خايفة من ايه؟ انت مش قلتي ان مفيش حد في البيت؟ ايوه خالتي اما كنت عندها في القسم قالت لي كده. طيب خلاص امسكي نفسك كده ما يبقاش قلبك خفيف. لا انا بقول ان احنا نرجع بقى. لا نرجع ايه؟ نرجع ايه؟ الله يخرب بيتك. بقول لك ايه؟ احنا مش داخلين بالمفتاح بتاع خالتك؟ ايوه. ودي فيلا خالتك؟ ايوه. عايزه ايه تاني؟ في ايه تاني؟ حد يطب علينا يا محروس. يا بنت ما تخافيش ما تخافيش اجمدي بقى. بص انا غيرت رايي يلا نمشي. لا غيرتي رايك ايه عليا؟ النعمه من نعمه ربي عامل معاكي النقص. ناقصه؟ ناقصه اكتر من اللي انت كنت عملته قبل كده؟ يا حبيبتي يا حبيبتي انا ما اقصدش، انا كل اللي انا بتكلم فيه ان احنا جايين هنا عشان نعمل حاجه مهمه مهمه هنخلصها ونتكل على الله، وبعدين احنا بنعمل حاجه كويسه. يا سلام، وهي السرقه حاجه كويسه؟ طبعا لما حد غيرنا يدخل ويفتح الدولاب ويطلع فوق وياخد الحاجه ساعتها هتقولي ايه؟ يا لهوي يا ريتني كنت خدت الذهب. اه يبقى بقى ايه؟ يبقى بنعمل حاجه كويسه ولا مش كويسه؟ بس انت عارف لو خالتي عرفت ان انا دخلت هنا وخدت الذهب هتعمل ايه؟ ده هتقطم رقبتي. يا هبله يا هبله، احمدي ربنا ان انا جيت معاكي.